أخبار اليوم. أنا جات الفكرة الأول على الفستان لما عرفت أن الفنانة الكبيرة فاتن حمامة هي اللي بيحمل باسمها الدورة وكده، فقلت سيكستيز لازم ألبس سيكستيز، وطبعا الفنان الجميل هاني البحيري هو اللي عملهولي. Thank you. هي السنة دي بالذات وبعد الحصة بتاعت شرم الشيخ هو مهم قوي عشان نوصل مسج للعالم ان احنا لا احنا موجودين ومصر مش هتقع وما فيش اي حاجة تحصل ضدها، وان زي ما احنا شغالين في حاجة تتلغي والمهرجانات هتتعمل والسياحة شغالة. لا هو انا شايفة يعني برضو قرموا ناس وعرفوا يجيبوا ناس من برا سيليبرتيز، والتنظيم حلو وشكل الريد كاربت تحفة وكل حاجة حلوة. بس هحضر الفيلم بقى طبعا. اكيد لازم سيجد. كل مره بنعملها دايما. بقول لجمهوري كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم، 2016 ان شاء الله تكون من غير اي احزان ونبقى مبسوطين بيها ومن غير اي ارهاب ان شاء الله. انا مبسوط اني موجود النهارده في مهرجان بلدي، مهرجان القاهره السينمائي، واتمنى مزيد من المهرجانات اللي مصر تستحق اكتر. وسعيد بمشاركتي من خلال فيلم الليلة الكبيرة في المسابقة الرسمية. أتمنى أن الفيلم يعجبكم ويعجب الناس ويعجب اللجنة الخاصة بالتحكيم، لجنة التحكيم، ويعجب الجمهور عموما، ده أهم حاجة يعني. إن شاء الله بإذن الله هياخد جايزة، وطبعا في النهاية أنا مش أحد أعضاء لجنة التحكيم، فما شفتش الستاشر فيلم، فما أقدرش أقول لك مستوى الفيلم مقارنة ببقية الأفلام، لكن أنا عارف أن الفيلم فيلم جيد جدا، فيلم محترم، فيلم أهم ما يميزه أنه له طابع مصري جدا. يعني الفيلم ده ما ينفعش يبقى بيمثل دولة تانية، لازم يمثل مصر. يعني اللي لأن النهاردة زي ما أنت شايف الحضور من كل أنحاء العالم، ما فيش حد خاف وقال لا أنا ما أقدرش أروح مصر عشان مصر مش آمنة. لا، مصر آمنة جدا، وبشهادة كل الناس اللي موجودة النهاردة من كل أنحاء العالم، وده رد على الأرض يعني، من غير رغي يعني، بنرد بأرض الواقع يعني. حضور مشرف، وإلى الأمام دايما، مصر إن شاء الله هتبقى أحسن بإذن الله.